تعد مدينة برلين مدينة نابضة بالحياة وجذابة للسياح. زار المدينة العام الماضي 9 ملايين زائر. يرغب الشباب منهم في اكتشاف الحياة الليلية لبرلين، مثل الملهى الليلي ووترغيت في حي كرويتسبرغ. يرقص المئات منهم في نهاية الأسبوع على موسيقى يعزفها الدي جي. إنها موسيقى تنسخ فيما بعد على اسطوانات خاصة بالملهى الليلي. وهذا هو الدي جي لي جونز خلال عمله على اسطوانته الخاصة. إننا نحاول التقاط الجو العام في النادي الليلي، وبعد أن نطبع الموسيقى على اسطوانات سي دي يشتريها المرء ليستمع إليها ويغلق عينيه ليشعر وكأنه في ساحة رقص. ليس من السهل اختزال حفلة كاملة في ساعة واحدة، فالفكرة الرئيسية هي نقل أجواء النادي الليلي على شكل مصغر إلى المنزل. أسس نادي ووترغيت الشركة الموسيقية عام 2008، وهي تنشر الموسيقى التي تعزف في الملهى الليلي فقط. إن علامتها المميزة هي إنتاج اسطوانات موسيقية تحتوي على موسيقى إلكترونية. لا يملك الملهى الليلي ووترغيت كثيراً من العاملين أو ساحات كبيرة، ففي العصر التكنولوجي يمكن لفت الأنظار بجهود أقل. لا نكسب من الشركة مالا خارقا للعادة بعكس الشركات الأخرى. إننا نمول شركتنا من أعمال النادي ومن بيع الاسطوانات، ونستطيع القيام بأشياء أكثر من شخص لا يملك المال. إن عدد الاسطوانات التي ينتجها النادي الليلي ووترغيت أقل بكثير مما تنتجه الشركات الموسيقية الكبيرة، إلا أن الصحفي الموسيقي تورستن غروس يعرف أن الشركات الموسيقية الصغيرة هذه تضع معايير موسيقية ستؤثر على اتجاه السوق فيما بعد. لا يمكن لألبومات النوادي الخاصة منافسة ألبومات المشاهير، ولكن هذا ليس هدفها. هناك ميل متنام لتشجيع بعض أنواع الموسيقى والمحافظة عليها. بإمكان موسيقى النوادي هنا أداء دور هام في المشهد الموسيقي. تطوير الموسيقى الفرعية هو ما يقوم به نادي باغهين في برلين، والذي حصل على جائزة من مجلة دي جي ماجازين البريطانية الشهيرة باعتباره أفضل ناد موسيقي في العالم. يقوم النادي بإنتاج موسيقاه الخاصة أيضا، وهي بعنوان أوست جود تون. وبعد ألمانيا تعد اليابان وبريطانيا من أهم أسواق موسيقى النوادي الخاصة. يمكن وصف الفكرة بأنها سهلة التحقيق، لأن بنية النادي الموسيقي الخاص لا تختلف كثيراً عن بنية شركات الموسيقى المحترفة. لدى النادي دي جيز خاصون به ومنتجون، وهذا يسهل ما يقوم به. كما أن هناك نوادي قامت سابقاً بإنتاج الاسطوانات الموسيقية أو شركات موسيقى كانت تعاونت مع النوادي الخاصة. منذ مطلع التسعينيات بدأت الموسيقى الإلكترونية بتحقيق شعبية كبيرة عن طريق اسطوانات لا حصر لها. تم إنتاجها في نواد خاصة كنادي كوكون في فرانكفورت، الذي أسسه الدي جي سفين فيث، والذي كان أول ناد للموسيقى الخاصة. الاسطوانات جزء من هوية النادي، وهي أحد موارده الاقتصادية، كما أن زمن سياحة الحفلات وأسعار تذاكر السفر الزهيدة تجعل منها متزايدة الشعبية ومناسبة للإهداء والاقتناء لغرض الذكرى. هناك 3 نواد في برلين تنتج اسطواناتها الخاصة، كما أن نادياً رابعاً هو بار 25 أغلق أبوابه منذ فترة قصيرة، لكن اسطواناته ما زالت موجودة، وتعد موسيقى النوادي الخاصة سبباً لزيارة برلين ولو لقضاء ليلة واحدة.